علاقات اللقاء العلاقات بين البلدين وحرص البلدين على تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات. وعقب اللقاء أجاب صالحي ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم على أسئلة الصحفيين. والحمد لله كان عندنا لقاء جيد مع فخامة الرئيس سيد بشار الأسد، كما كان عندنا لقاءات أخرى، وهذه اللقاء الثالث اللي كان لي شرف أن ألتقي معهم، وتحدثنا وتطرقنا إلى أمور مختلفة بينها علاقات الثنائية والتطورات اللي تحدث في المنطقة. هذه تطورات مصيرية، والحمد لله اكتشفنا وطلعنا أنه الحمد لله الأمور في سوريا تمشي بخير. الجيش الباسل السوري والحمد لله استعادت كثير من المناطق، والآن سوريا بخير الحمد لله، وسوف تستعيد العافية في المستقبل القريب. وطبعا العلاقات الثنائية يعني واسعة في جميع المجالات التجارية والاقتصادية، ونحن على الاستعداد أن نكثف ونتصاعد المساعدات للإخوان في سوريا في جميع المجالات، في الاحتياجات اللي يحتاجونه الشعب السوري والمواطن السوري. نحن كلنا ثقة وأمل أن سوريا إن شاء الله تخرج من هذه الأزمة بنصر، لأن الحق مع الشعب السوري والحكومة السورية والشعب السوري. يعني الحكومة السورية منبثقة من إرادة الشعب السوري، ولذلك هناك انسجام قوي بين الشعب السوري والحكومة السورية، ولذلك نرى الصمود أكثر من سنتين. ولولا صمود الشعب السوري ويعني دعم الشعب السوري للجيش الباسل السوري وللحكومة السورية، ليس هناك أي حكومة ممكن أن تصمد أمام هذه الضغوطات الشرسة من قبل أعداء الشعب السوري. ولكن الحمد لله وقفة شجعان، وعلى الشعب السوري أن يفتخر بهذه الإنجازات، ونحن متفائلين بالنسبة لمستقبل سوريا. والحمد لله سوريا تسير في اتجاه الصحيح، والنصر مع الشعب السوري، ولا نقبل أي حل، والحكومة السورية والشعب السوري كمان لا تقبل أي حل تفرض من خارج سوريا. الشعب السوري هو المخول الوحيد اللي يقدر أن يأخذ القرارات بالنسبة لمستقبل السوري. هناك أمور مش ممكن يعني نعرضها في الإعلام، هذا يعني يخص معسكرات التدريب للمسلحين على الأراضي الأردنية، وبخصوص فتح المجال الجوي الأردني للطائرات الإسرائيلية لدخول المجال الجوي السوري. ألم يكن هناك من أحاديث بينكم وبين الحكومة الأردنية بهذا الشأن؟ وما الحكومة سئل هذه السؤال في المؤتمر الصحفي اللي أجريناه في عمان، وزميلي سيد ناصر جودة رئيس وزير خارجية الأردني رفض هذه الأمر. آیا تو نظرت راجع به حمله اسرائیل به خاک سوریه چی هستش؟ الهجوم الغاشم للكيان الصهيوني هذا يعني بين وبرهن للعالم مدى الادعاءات المزيفة من قبل المرتزقة اللي يحاربون الشعب السوري في سوريا. كيف ترافقت هذه وتزامنت وتضامنت وتكاملت هذه الهجوم، هذه الضربة مع قتل الأبرياء من قبل المرتزقة في سوريا. يعني الآن نحن في انكشف الأمور واتضح للجميع، إذا كان هناك بعض الأشخاص يعني كان عندهم نوع من الشك، الآن قطعت الشك واتضح الأمور أنه كيف ممكن يأتي إسرائيل ويتضامن مع المرتزقة
في اللي يحاربون الشعب السوري في داخل سوريا، وهذا يعني أن المرتزقة أيدهم في أيدي الصهاينة. وقلنا مرارا وكرارا ومن بداية الأزمة في سوريا، سوريا كونه الحلقة الأساسية في سلسلة المقاومة، لذلك هي يعني تكون الهدف لهكذا الضغوطات. ولكن كانوا كثير بعض الإخوان لا يرغبون أن يعني يعترفوا بهذا المسألة، والآن عدم الاعتراف يكون صعب، عدم الاعتراف يكون صعب. تعالوا قولوا لماذا الضربة الإسرائيلية لسوريا؟ هناك طول الحرب تقرا في هذه المنطقه، كان هناك غاره اسرائيليه او قصف اسرائيلي لمواقع في جبهه، ايضا هناك تهديدات من حين لاخر على لسان بعض الدول الاقليميه وحتى الغرب. هل هناك خشيه من حرب على سوريا بالفعل معالي الوزير؟ اولا يسعدني ان ارحب باخي الدكتور صالحي في بلده الثاني دمشق، ولقد أجرى لقاء مثمرا للغاية مع سيادة الرئيس بشار الأسد، وكانت بالطبع وجهات النظر متطابقة لأن التنسيق والتشاور القائم بين القيادتين مستمر خاصة في هذه الظروف الصعبة. فيما يتعلق بقرع طبول الحرب، في الواقع منذ عامين سوريا تواجه الحرب، هي حرب داخلية لكنها حرب أقليمية ودولية ضد الشعب السوري. لذلك تعودنا على هذا الوضع، لا يوجد لدينا قلق، لكننا جاهزون للدفاع عن أنفسنا وشعبنا، ولن نسكت على العدوى. معالي الوزير، كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن اتفاقية الدفاع المشترك بين سوريا وإيران وتفعيل هذه الاتفاقية في حال تجدد هذا العدوان الصهيوني على سوريا، ماذا حول هذا الموضوع؟ أولا يجب أن يعلم الجميع قبل الأزمة في سوريا وخلال الأزمة في سوريا ووقوف إيران قيادة وشعبا إلى جانب سوريا قد تجاوز كثيرا مضمون هذه الاتفاق. نحن وإيران نتعاون في حل المسائل الناشئة عن الأزمة في الاقتصاد، في المواضيع الإنسانية، وكذلك في التشاور السياسي. وكما قلت لدينا مواقف متطابقة، ولذلك الوضع الراهن في العلاقات السورية الإيرانية تجاوز مضمون هذه الاتفاق. ألو.